بعد التوافق الروسي الأمريكي بشأن سوريا والترحيب الدولي الكبير الذي لقيه، أعلنت دمشق اليوم ترحيبها بهذا الاتفاق ورأت أنه انتصار لسوريا، ولا سيما أنه نجح في تجنب الحرب. الموضوع السوري احتل صدارة الاهتمامات الإقليمية والدولية، وهو ما تجلى في التحركات والمواقف التي تسجل في أكثر من عاصمة عربية ودولية. لكن قبل الدخول في تفاصيل الملف السوري، نتوقف عند التفجيرات الدامية في العراق التي حصدت اليوم عشرات القتلى والجرحى في سلسلة هجمات بسيارات مفخخة ضربت مناطق عديدة. إذن فقد قتل 27 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في سلسلة تفجيرات إرهابية استهدفت مناطق مختلفة في العراق. مراسل الميادين أشار إلى أن 9 سيارات مفخخة استهدفت بغداد ومحافظات البصرة وواسط وبابل وكربلاء وذيقار جنوب العراق. وقد نجا رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاد نجا من محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة في العاصمة بغداد. تفاصيل أكثر يطلعنا عليها من العاصمة العراقية مراسلنا عبد الله بدران. عبد الله، ماذا في التفاصيل الحصيلة بالتحديد، أين جرت هذه الاعتداءات والتفجيرات؟ نعم دينا، الحصيلة حتى الآن حسب مصدر أمني هي 29 قتيلا و 124 جريحا. تفجيرات ضربت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات البصرة وريقار وبابل والديوانية وواسط وكربلاء، وربما تكون البدايه من كربلاء عندما انفجرت سياره مفخخه استهدفت منطقه الحي الصناعي وسط محافظه كربلاء جنوب العراق. بالنسبه لمحافظه البصره انفجرت مفخخه في منطقه الخمسميل وسط المحافظه وهي من المناطق التجاريه، كذلك في ذيقار انفجرت سيارتين مفخختين، الاولى استهدفت سوق هرج الشعبي والاخرى استهدفت مبنى المجلس الاسلامي الاعلى في المحافظه. وسابقا كان قد اعلن مصدر امني ان السيارتين المفخختين قد استهدفتا مجلس الاعلى الاسلامي العراقي. نعم. كذلك في محافظه بابل انفجرت سياره استهدفت مرآب النزيزه، وكذلك في محافظه الديوانيه قبل قليل انفجرت سياره مفخخه ربما قبل دقائق في منطقه بعشيقه بمدينه الموصل والتي كانت قد نكبت امس بتفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء يعني للطائفه الشبكيه في محافظه نينوى شمال العراق. طيب عبد الله، هذه التفجيرات تجري في ظل تواصل الحمله الامنيه او الخطه الامنيه في العراق، ما هي الثغرات الموجوده في هذه الخطه حتى يعني لا يتم الكشف عن مثل هذه التفجيرات العبوات او السيارات المفخخه؟ نعم دينا، يعني القائمون على الملف الامني العراقي يبررون ان ما يحصل من خروقات هي محاولات بائسه من الجماعات المسلحه لاثبات وجودها على الارض. القائمون على الملف الامني العراقي يجدون ان المبادره الاخيره لعشائر الانبار وعشائر ديالى كانت سببا في امتعاض الجماعات المسلحه التي تجد في المحافظتين في ديالى والانبار مقرات رئيسيه ومراكز مهمه لها. مضافا على ذلك فان قيادات الامن العراقيه دائما ما تعلن بانها في طور تحديث الخطط الامنيه المتبعه لتامين حياه المواطن العراقي في الشارع وفي مراكز المحافظات الرئيسيه. الموقف العراقي من الازمه السوريه وكذلك من مجمل ازمات المنطقه واعلانه الحياد واطلاق المبادره التي رعاها رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، اعلنها صراحه يوم امس نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي بان هذا الموقف دفعه العراق ثمنا امنيا، وبالتالي هناك مطالبه من واشنطن بان تساند العراق في وقف هذا النزيف وما وصفه بالثمن الامني الذي يدفعه العراق جراء مواقفه. طيب يعني عبد الله تتحدث عن جهات تحاول فرض كلمتها ربما على الساحه العراقيه واثبات ان هذه الخطه الامنيه غير ناجحه او غير ناجعه، لكن من هي هذه الجهات التي تنفذ مثل هذه التفجيرات في العراق؟ أبرز التنظيمات المسلحة التي تعمل في العراق هي تنظيم القاعدة وتنظيم دولة العراق الإسلامية، والذي وصل يعني لديه تواصل مع التنظيمات العاملة في سوريا. حسن الياسري عضو ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي أعلن صراحة أن هناك دولا عربية تعمل جاهدة على تمويل العمليات الإرهابية في العراق وكذلك تمويل العمليات في المنطقة. النائب في ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي قال بأن هذه الدول هي ذات الدول التي تدعم المسلحين في سوريا وتدعم المسلحين في العراق،
ولن يهدأ لها بال ما لم تربك المشهد الأمني العراقي جراء الموقف الذي اتخذه بداية من الأزمة السورية. العراق متهم اليوم بأنه يقف مع النظام السوري رغم إعلانه مرارا بأنه يقف على الحياد أو أن مبادرته التي أطلقها هي لإيجاد أرضية للحل السلمي. نعم، عبد الله بدران مراسل ميادين حدثنا من بغداد، شكرا لك. في إيران يواصل رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي زيارته التي استهلها بالكشف عن مبادرة بلاده لحل الأزمة السورية والتي تقوم على 4 بنود أساسية تبدأ بوقف العنف والعمل على إخراج جميع المسلحين الأجانب من سوريا، ويقوم البند الثاني على وضع جدول زمني يفضي إلى انتخابات ديمقراطية يشارك فيها الجميع، وينص البند الثالث للمبادرة على أن تعمل الدول الإقليمية المؤثرة كتركيا والعراق والسعودية وإيران بالتنسيق مع لمساعدة سوريا على وقف العنف، على أن تلقى هذه الجهود دعما من القوى الكبرى كروسيا والولايات المتحدة وفق البند الرابع للمبادرة. رئيس مجلس النواب العراقي أكد خلال زيارته طهران أن تحسين العلاقات العراقية الإيرانية يسهم في استقرار العراق والمنطقة على نحو عام. العلاقات بين العراق وإيران مهمة لكلا البلدين وللاستقرار في العراق ولاستقرار المنطقة عموما، ونحن نحتاج إلى نزع فتيل الأزمة الطائفية التي بدأت تتوسع في عموم البلاد الإسلامية، وهذا خطر كبير يجب أن نتداركه قبل فوات الأوان. ومن طهران ينضم إلينا مراسل ميادين حازم كلاس. حازم، تم عرض مبادرة عراقية على الجانب الإيراني بما خص الأزمة السورية، كيف تلقى الجانب الإيراني هذه المبادرة؟ ما هي ردود الفعل الإيرانية عليها؟ نعم دينا، يعني حتى هذه اللحظة لم يكن هناك سوى تعليق من رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، والذي قال أن المبادرة العراقية تتقاطع مع وجهات النظر الإيرانية فيما يتعلق بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وفي المجمل يعني إيران دائما رحبت على لسان وزارة خارجيتها وعلى لسان المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع بأي مبادرة تطرح فيما يتعلق بالأزمة السورية وتدعو إلى حل سلمي وسياسي للأزمة السورية. على كل الأحوال يواصل يعني أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين، وقد التقى قبل قليل بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ومن المتوقع أيضا أن يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وسيختتم زيارته غدا على يعني حسب معلوماتنا، وربما سيصدر المزيد من التصريحات عن المسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بالمبادرة العراقية. نعم، طيب حازم، بما خص لقاء النجيفي ووزير الخارجية الإيراني، هل يعني هناك من تفاصيل حول أجواء هذا اللقاء وعلى مدى ربما تمت المناقشة أو تم الاتفاق؟ يعني لم يرشح بعد معلومات عن هذا اللقاء، ولكن معلوم دينا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان قد زار العراق قبل أيام قليلة والتقى مع المسؤولين العراقيين هناك، وكان العراق هو المقصد الأول له كزيارة خارجية بعد تسلمه لمنصبه. يعني هذا يدل على عمق العلاقات بين البلدين، وبالتأكيد يعني ما طرح بين ظريف وبين النجيفي ليس فقط المبادرة العراقية، وإنما أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وربما أيضا يعني قد يكون النجيفي يحمل شيء ما يتعلق ب يعني العلاقات بين الدول في المنطقة، بين العراق وتركيا وإيران أيضا، خاصة أنه قادم من تركيا وقد اجتمع هناك مع المسؤولين الأتراك، وحسب معلوماتنا أنه اختلى يعني مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لحوالي الساعة تقريبا، ويعني هناك تخوف في المجمل حسب ما علمنا. يعني هذه المبادرة جاءت نتيجة تخوف موجود من تداعيات الأزمة السورية، خاصة ما يتعلق بالموضوع الطائفي وعلى دول المنطقة وشعوبها. نعم، حازم كلاس مراسل ميادين حدثنا من طهران، شكرا لك. في غضون ذلك جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة تلفزيونية تأكيده أن الأنباء التي جرى تناقلها حول استخدام السلاح الكيميائي في 21 من آب أغسطس في سوريا كانت مفبركة.
عندما اجتمع الرؤساء في سان بيترسبرغ سجلت بالفعل حالات استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك قصة غامضة جدا حدثت في 21 من آب أغسطس. وفقا لتحليلنا كانت مفبركة تماما. هناك الكثير من الأدلة على ذلك، منها الخبراء المستقلون وبعض الناس على أرض الواقع مثل الراهبات من دير قريب وغيرهم من شهود عيان. تتوالى ردود الفعل المرحبة بالاتفاق الروسي الأمريكي بشأن الكيميائي في سوريا، وآخرها ترحيب دمشق بالاتفاق معتبرة أنه أتاح تجنب الحرب وأنه يشكل انتصارا لسوريا، وفق ما قال وزير المصالحة الوطنية السورية علي حيدر. الصين من جهتها رأت بلسان وزير خارجيتها أن الاتفاق سيخفف من التوترات في سوريا ويسمح بفتح آفاق لتسوية سلمية. تصريح وزير الخارجية الصيني جاء خلال استقباله في بكين نظيره الفرنسي لوران فابيوس، الذي قال أن الاتفاق مهم لكنه خطوة أولى. أضاف أن القتلى ما زالوا يتزايدون في سوريا وأن الوضع الآن بحاجة إلى حل سياسي، مشيرا إلى أن المهمة الآن هي دعم المعارضة المعتدلة لا الإرهابيين. اتفاق جنيف ومشروع الاتفاق يمثلان تقدما مهما، وبطبيعة الحال فإنهما لا يحلان كل شيء، وهناك عدد من التفاصيل التي يجب الدخول فيها. غدا سألتقي زميلينا جون كيري وويليام هايك في باريس، وسوف أكون في موسكو صباح اليوم التالي للقاء السيد لافروف. لكن على أساس مشروع الاتفاق الإطاري علينا أن نتحرك إلى الأمام. الصين ترحب بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه أخيرا في إطار جنيف من قبل روسيا والولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية. ونحن نعتقد أن هذا الاتفاق حسن الوضع المتفجر والمتأزم في سوريا وفتح منظورا جديدا لاستخدام الوسائل السلمية في حل قضية الأسلحة الكيميائية السورية. كذلك أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن ارتياحها للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في جنيف. نحن نعلم من الأمم المتحدة أنه من المحتمل جدا أنه تم استخدام الأسلحة الكيميائية، وبالتالي فإنني أرحب كثيرا بالحل السياسي الذي أصبح ممكنا الآن. الآن يجب أن تتبع الأعمال الأقوال. سنراقب التطورات في الأيام التالية. والخبر السار هو أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ضمتا إلى مسار الدبلوماسية. إسرائيليا قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلية فيكتور ليبرمان، قال أن جهات سورية معارضة تحاول جر إسرائيل للتدخل في النزاع في سوريا وتدعي بأن الأسد نقل أسلحة كيميائية إلى إيران، لكنه لم تتوافر أي معلومات تؤكد ذلك بحسب ليبرمان. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تأمل أن يؤدي الاتفاق الأمريكي الروسي إلى التدمير الكامل للمخزون السوري من السلاح الكيميائي. أما الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز فقال إن سوريا تعاقب اليوم لرفضها السلام مع إسرائيل بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت. إلى ذلك يسلم اليوم أكي سيلستروم رئيس لجنة التحقيق الدولية في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا يسلم تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لينقله الأخير إلى مجلس الأمن صباح غد بتوقيت نيويورك في جلسة مغلقة. ويترافق ذلك مع إعلان المنظمة الدولية تسلم جميع الوثائق اللازمة لانضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية على أن تصبح العضوية سارية بدءا من 14 من أكتوبر تشرين الأول المقبل بحسب الإجراءات المتبعة. وفي سوريا قتل 3 أشخاص في تفجير عبوة ناسفة في محافظة إدلب شمال غرب البلاد بحسب ما أفادت به وكالة سانا، فيما أفاد مراسلنا عن إحباط الجيش السوري محاولة تسلل قام بها المسلحون إلى بلدة نبل المحاصرة في ريف حلب، كما سقطت عدة قذائف على بلدة الزهراء المحاصرة بريف حلب أيضا. وفي معلولة بريف دمشق يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد مسلحي جبهة النصرة، فيما لا يزال رصاص القنص يمثل عائقا أمام الحركة في البلدة ويمنع دخول المدنيين إليها. دخلنا ضمن وفد إعلامي عبر المدخل الرئيسي للبلدة، لكن رصاص القنص كان بالمرصاد وبغزارة على بعد أقل من 200 متر من مبنى مجلس البلدة.
ليعود الإعلاميون وبعض المدنيين إلى أقرب نقطة آمنة. أنا كنت بالشام وطالع لأشوف بيتي إذا في شيء ولا لا، بس ما وصلت على البيت هلا لأنه في قنص. يعني العالم عم يشق وجاي أشقني كمان. تقدم الجيش السوري إلى ما بعد دير مرتقلة في قلب معلولة، لكن رصاص القنص من قبل مجموعات المعارضة المسلحة لا يزال يشل الحركة داخل الأزقة وحتى في الشوارع الرئيسية لهذه البلدة. هلأ نحن فايتين على البلد، صار علينا رصاص قنص من الصخور من فوق، فما عاد قدرنا نكمل نفوت لجوا، رجعنا بس بدنا نرجع على البلد. إذا اليوم ما قدرنا نفوت في قنص، بكرة لازم نفوت لأن في جيش في دولة. حاول بعض الأهالي العودة للإطمئنان على بيوتهم، لكنها محاولة لم يكتب لها النجاح كما يبدو. الجيش السوري بات يسيطر على معظم أرجاء معلولة ويواصل تقدمه بإيقاع مختلف، ويبدو أن تواجد مسلحي جبهة النصرة والجيش الحر في الجرود الغربية خصوصا فرض نوعا خاصا من القتال. محمد الخضر من معلولة في ريف دمشق الشمالي، الميادين. ومن العاصمة السورية ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، يعني بحسب التقرير دخلت إلى بلدة معلولة، لو تحدثنا أكثر عن الأوضاع، عن المشاهد داخل معلولة كيف هي، عن الأحياء، ربما البيوت، المناطق الأثرية كيف؟ في الواقع دينا، المشكلة في معلولة أن رصاص القنص هو الذي يعيق أي حركة داخل أزقة وشوارع البلدة. التقدم فقط هو للعناصر الجيش المسلحين بالطبع مع عناصر الدفاع الوطني، وهم بالفعل حققوا تقدما لافتا، بلغ تقريبا ربما حسب مصادر عسكرية حوالي 90% من مساحة هذه البلدة ذات الموقع المهم والمقدسات الدينية الأثرية ذات التاريخ العريق. التركز الآن أو تركيز الآن العمليات العسكرية هو عبارة عن الجرود التي تقع في الزاوية الغربية من هذه المنطقة، حيث يتواجد مسلحون من المعارضة يقومون برصاص القنص، وهو الرصاص الذي يشل الحركة في تلك البلدة. العمليات العسكرية تتركز في الواقع حاليا في محيط البلدة وفي المناطق المجاورة، على اعتبار أنها تشكل مناطق أولا إمداد بالسلاح والمسلحين، ثم أنها تشكل مواقع تنشط فيها جبهة النصرة وعناصر الجيش الحر، تحديدا تمتد في تلك السلسلة الجبلية الوعرة وتصل حتى بلدة يبرود وعسال الورد وكل مناطق القلمون التي تشهد من حين لآخر اشتباكات ومواجهات. نعم. بين عناصر الجيش السوري وتلك العناصر المسلحة. طيب محمد، هذا في معلولة، ماذا عن عملية عسكرية خارج معلولة تحديدا في الغوطة، يعني في الغوطة، في غوطة دمشق؟ نعم، في غوطة دمشق شن الطيران الحربي السوري اليوم عدة غارات، ربما 5 غارات في محيط مدينة دوما، كبرى المدن في غوطة دمشق الشرقية. هذه الغارات على ما يبدو تستهدف تجمعات للجيش الحر في تلك المنطقة، وأيضا كانت هناك اشتباكات وقصف طال محيط بلدة دير العصافير، وهي أيضا بلدة تقع في عمق الغوطة الشرقية. العملية العسكرية في غوطة دمشق هي تسير ضمن جدول زمني تضعه وحدات الجيش السوري، وعلى ما يبدو أنها تمتد بأكثر من مكان. يعني النقطة الأساسية هي ضمن القوس الذي فرضه الجيش السوري لفرض الحصار على غوطة دمشق الشرقية في محيط مزارع دير سلمان والزمانية والقاسمية، وهي مناطق سيطر عليها الجيش السوري بالفعل، وأيضا ضمن عمق الغوطة عبر قصف مدفعي وأحيانا عبر غارات جوية تستهدف تجمعات مسلحة كما جرى اليوم مثلا في محيط مدينة دوما. طيب محمد، هناك خبر وصلنا يعني يفيد بأن جرت محاولة لاقتحام بلدة نبل في ريف حلب، أيضا جرى قصف على بلدة الزهراء أيضا في ريف حلب، هل من تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع؟ يعني من المعروف أن نبل والزهراء بلدتين. نعم. محاصرتين أيضا من قبل المجموعات المسلحة. تماما، ومنذ عدة أشهر في الواقع هاتان البلدتان شمال غرب حلب كانت هناك محاولة بالفعل من مجموعات من العناصر المعارضة المسلحة، عدة مجموعات حاولت الدخول إلى نبل تقريبا فجر اليوم وصباح اليوم، وجهت بدفاع قوي من قبل وحدات من الجيش السوري والدفاع الوطني التي تتركز أساسا في تلك البلدة في نبل. أما في الزهراء بالفعل كانت هناك 3 قذائف تقريبا سقطت على تلك البلدة، مع الإشارة دوما إلى أن استهداف تحديدا هاتان البلدتان القذائف الهاون هو مستمر دوما، مثلا يوم أمس أو أول أمس كان هناك حتى سقوط ضحايا نتيجة سقوط قذائف هاون على بلدة الزهراء. في كل الأحوال تعتبر هاتان النقطتان نقطتان أساسيتان يركز عليهما مسلحو المعارضة، على اعتبار أنهما تشكلان موقعان أساسيان يتواجد فيه عناصر من الجيش وعناصر من الدفاع الوطني تقوم بحماية هاتين البلدتين. نعم، محمد الخضر مراسل ميادين حدثنا من دمشق، شكرا لك.
وسط هذه الأجواء لم تحتفل بلدة معلولة التاريخية بالشهر المقدس كما جرت العادة في كل سنة. هي فترة من أهم الفترات المقدسة واللاهوتية بالنسبة إلى المسيحيين في العالم، وخصوصا في معلولة الحزينة اليوم على سقوط عدد من أبنائها في الاشتباكات الدائرة في المنطقة منذ فترة. إنه الوقت المتغير الثابت الوحيد، هو أمل البشرية بأن زمنا أفضل ينتظرهم في الأفق. يحلم أهالي معلولة بأن تتسارع عقارب الساعة لتحمل لهم زمنا أفضل مما يعيشونه اليوم، زمن يعم فيه السلام، لا يتقاتل فيه الأخوة، ولا يقتل الإنسان بتهمة الإيمان الذي يحمله في قلبه. نحن مو ذنبنا نحن نكون ضحية سياسات كبرى، دول عم تتآمر على المسيحية الشرق. نحن ما رح نترك بلادنا، لو بدون يدبحونا، لو بدون يقتلونا، نحن مش تركين بلادنا. ويمكن هيدي هي الطريق، لأنه بدون صليب ما رح نحصل على القيامة، ودائما من بعد الألم في فرح. فرح المستقبل هو أمل معلولة وأهلها، فمعلولة اسم على مسمى، اسمها يعني المكان المرتفع ذي الهواء العليل، فمن الطبيعي أنها لم تعتد الحزن والسواد والدموع. جذورها الضاربة في التاريخ لطالما كانت فخرها، ولطالما جعلت منها مقصدا لزوار من كل بقاع الأرض. الله يعم السلام وترجع معلولة مثل ما كانت، معلولة أم القديسين، درب المسيحية هي. ستظل معلولة الدرب إلى النور والصفاء برغم تشويه الحروب للبشري والحجر، الرهان الوحيد هو الوقت. وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الأراضي المحتلة، حيث سيطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نتائج مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية وتفاصيل الاتفاق مع روسيا حول الوضع في سوريا. صحيفة إسرائيل هيوم أشارت إلى أن كيري سيوضح لنتنياهو أيضا التزام الرئيس الأمريكي بوعده عدم السماح لإيران بتطوير قدرات نووية. مساعا جديدة يجريها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإعادة إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي انقطعت منذ نحو 3 سنوات. كيري الذي يزور المنطقة اليوم للمرة السابعة منذ توليه منصبه قبل 6 أشهر، كان قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لندن الأسبوع الماضي من أجل إنعاش طاولة المفاوضات بين الجانبين في إطار المبادرة العربية. مفاوضات تشدد السلطة الفلسطينية على أنها ستناقش قضايا المرحلة النهائية، والتي ستشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والأسرى. الفلسطينيون طرحوا شروطا 3 قبل المفاوضات، وهي الاعتراف بحدود 67 ووقف الاستيطان، إضافة إلى الإفراج عن قدام الأسرى في السجون الإسرائيلية. إسرائيل لم تلبي سوى جزء بسيط من الشروط 3، وذلك عبر الإفراج عن عدد بسيط من قدام الأسرى، الأمر الذي ثبت موقف حماس الرافض للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. لكن الوزير كيري أصر على أن الفلسطينيين والإسرائيليين عزيمون على استئناف المفاوضات بالرغم من كل العراقيل. عراقيل يراها الأمريكيون والروس والاتحاد الأوروبي والعرب تكمن في استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية، لا سيما التي أعلنت عنها حكومة نتنياهو أخيرا في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ومن بيت لحم يضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام. ناصر، يعني هذه الزيارة لكيري تأتي بعد مواقف سياسية بارزة بما خص الأزمة السورية من قبل الجانب الأمريكي، لكن السؤال، كيف استقبلت إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي وبأي أجواء سياسية؟ ناصر، هل تسمعني؟ ناصر، كيف استقبلت إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي وبأي أجواء سياسية؟ نعم، إسرائيل استقبلت كيري بدهشة أولا، ثم لم تكن تتوقع أن تتسارع الأمور بهذا الشكل وعلى هذا النحو، فقد كانت
جهزت نفسها للخيار العسكري بكل ما تعنيه الكلمة، ثم انقلاب الموازين الدولية، ومن ثم تراجع الأمريكيين. أصبحت تل أبيب بحاجة إلى تفسيرات كثيرة، من بينها كيف ستتصرف. أبرز ما يمكن الانتباه إليه ما ذكرته يديعوت أحرونوت، وهو العبارة التالية: بشار الأسد لن يتخلى بسهولة عن خيار شمشون، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية وأن إسرائيل كانت فعلا تتوقع ضربة سورية لتل أبيب، وبالفعل هذا كان في صلب موضوع تراجع الأمريكيين والإسرائيليين عن الخيار العسكري. نعم، ناصر اللحام مدير مكتب الميادين حدثنا من بيت لحم، شكرا لك. في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى، اقتحم عدد من المستوطنين باحاته من جهة باب المغاربة بحماية معززة من عناصر شرطة الاحتلال. مراسلنا في فلسطين أشار إلى أن عددا من شبيبة المدارس التلمودية يرافقهم المتطرف الصهيوني يهودا غليك اقتحموا باحات المسجد المبارك. ومن القدس المحتل تنضم إلينا مراسلة الميادين هناء محميد. هناء، لو تحدثينا أكثر عن تفاصيل كيف تم اقتحام المسجد، ولماذا في هذه الأوقات بالذات؟ هل هذا يتزامن مع الأعياد اليهودية في هذه الأيام؟ نعم دينا، بداية قام 48 مستوطنا يهوديا اليوم في الصباح تحديدا باقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بقيادة غليك، وهو عضو في حزب الليكود الحاكم، وأيضا هو شخصية بارزة من مستوطني الخليل الذي ينظم ويقود حملات اقتحام المسجد الأقصى. بالطبع هذا يتزامن مع الأعياد العبرية، في هذا الشهر الجاري شهدنا اقتحامات عديدة خلال الأسبوع الماضي، عشية رأس السنة العبرية، وأيضا عشية يوم ما يسمى بيوم الغفران، وكذلك نحن مقبلون على ما يسمى بعيد العرش العبري. خلال هذا العيد هناك عدة تحضيرات واستعدادات، ربما أخطرها سيكون من خلال لجنة الداخلية بالكنيسة التي ستعقد اجتماعا غدا لتبحث به استعدادات ما يسمى بصعود اليهود لجبل الهيكل، أي للحرم القدسي. هناك أيضا يتوقع أن تكون ثلاث مسيرات مركزية برعاية من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، وأيضا برعاية من بلدية القدس، وكذلك جماعات الهيكل وجهات أخرى تقود الاقتحامات المسجد الأقصى. هذه المسيرات الثلاث ستتركز في يومي 23 و24 من الشهر الجاري. يتوقع أن يعني يصل عدد المستوطنين الذين سيجوبون شوارع القدس المحتلة إلى 60,000، كما جاء من خلال يعني توقعات بلدية القدس نفسها. وأيضا قد نشهد اقتحامات عديدة للمسجد الأقصى، خاصة أن جماعات الهيكل قد دعت إلى مسيرة أطفال واقتحام من قبل أطفال المستوطنين في يوم في 24 من هذا الشهر. بالمقابل يعني المقدسيون يعني أو هناك دعوات من قبل المقدسيين للتواجد بالمسجد الأقصى من أجل تشكيل درع بشري له وحمايته، ولكننا يعني من المتوقع أن نشهد تقييدات وتضييقات كبيرة من قبل قوات الاحتلال على المصلين وعلى المقدسيين عموما في الوصول إلى المسجد الأقصى. يعني كما جرت العادة. هناء محميد مراسلة الميادين من القدس، شكرا لك. رأت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن المناورات العسكرية التي تجريها في غزة رسالة للعدو الإسرائيلي، بحسب ما أكد الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة، داعيا كل الجيوش العربية إلى أن تستعرض قوتها ضد العدو المشترك. وكانت كتائب القسام قد بدأت في الأيام الماضية سلسلة مناورات واسعة ومسيرات وعروض عسكرية في قطاع غزة، كان آخرها الليلة الماضية في مدينة غزة. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أحمد علي أن الجيش المصري قرر توسيع عملياته في سيناء حتى تحقيق كامل الأهداف، لافتا إلى أن ما حدث في سيناء مثل تهديدا للأمن القومي المصري. العملية العسكرية في سيناء مستمرة ولا زالت جارية، والقوات خلال المرحلة الحالية بتقوم بأعمال تمشيط كافة الأماكن والبؤر والقرى، وقوات المسلحة لما بتعد بتفي أنها لن تترك سيناء ولن تعود من سيناء بدون القضاء الكامل على كل من يهدد مصر ومصريين، وكل من يهدد الأمن القومي المصري، والقضاء الكامل على
كل البؤر الإرهابية والبؤر الإجرامية والبؤر التكفيرية، لأن مصر ليست دولة كافرة. الحراك السياسي يأتي في وقت استنفرت فيه السلطات الأمنية لإجهاض تحرك دعا إليه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لشل حركة النقل في قطارات مترو الأنفاق اليوم. سياسيا، يعقد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اجتماعا مع القوى السياسية لمناقشة استحقاقات المرحلة والأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. وأفيد أن تعديل خريطة الطريق التي كان الجيش قد حددها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي سيتصدر المناقشات، إلا أن مصدرا مصريا مسؤولا استبق الاجتماع بالتشديد على أنه لا تعديل في خريطة الطريق التي وضعت بالاتفاق مع كل القوى المدنية والدينية. ومن العاصمة المصرية ينضم إلينا مدير مكتبنا هناك محمد ناصر. محمد، سنبدأ من تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، لو فصلت لنا هذه التصريحات أكثر وأهم ما جاء فيها. نعم، بالفعل يمكن أن نقول أن المؤتمر الصحفي الذي عقده العقيد أحمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة يعتبر واحد من أهم المؤتمرات الصحفية التي عقدت مؤخرا من قبل القوات المسلحة، وذلك لعرض كثير من المعلومات التي كانت تحول العمليات العسكرية في سيناء من وصول الصحفيين أو الإعلاميين إليها، أيضا للرد على كثير من الانتقادات التي وجهت إلى تلك العملية في خلال الفترة الأخيرة. أهم وأبرز ما جاء في هذا المؤتمر هو المتحدث العسكري، وكان من ابرزها اولا انه اكد ان عدد العناصر التي تم القاء القبض عليها من العناصر التكفيريه بلغ 309 من العناصر التكفيريه بسيناء، واكد ان هناك رابط قوي بين تلك العناصر وبين عناصر اخرى موجوده نظائرها في غزه، وقام بعرض شريط فيديو لعدد من المقبوض عليهم من بينهم عناصر من غزه وبينهم عناصر قياديه في حماس وفي الأمن الوقائي في غزة. أيضا قام بالحديث حول الأسلحة التي تم ضبطها، وأكد أنه لا يمكن التعامل من خلالها إلا لمواجهة الجيوش، وأنها تم تهريبها في أغلبها من ليبيا. أيضا هناك معلومات هم أكد عليها، أكد في البداية أنه نفى تماما كل ما تردد من بعض الفضائيات العربية عن عنف مبالغ فيه من قبل القوات المسلحة في مواجهة أهل سيناء، وأكد أن هذا غير صحيح، وأكد أيضا أن القوات المسلحة والجيش المصري على قلب رجل واحد وليس هناك أي انشقاقات داخلية، كما أكد أيضا أن مصر تحت حكم مدني والحديث عن الحكم العسكري أمر غير صحيح. وهو ما تراوده بعض الفضائيات خلال الفترة الماضية. نعم، طيب محمد، من المفروض اليوم أن يجتمع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مع القادة السياسيين، أبرز ما سيتم طرحه وأبرز البنود التي سيتم التطرق إليها ما هي؟ نعم، بالفعل من المفترض خلال الساعة القادمة أن يبدأ الاجتماع، وسوف يناقش مجمل الأوضاع السياسية في الشارع المصري بالإضافة لرؤية الأحزاب والقوى السياسية المختلفة للدولة ودورها في الحفاظ على الأمن ومواجهة الإرهاب، وأيضا سوف يتم طرح مسألة حل جماعة الإخوان المسلمين وحظر ومصادرة أموالها، وأيضا هناك قد يتطرق الحديث أيضا إلى موضوع الانتخابات الرئاسية التي يمكن أن تسبق الانتخابات البرلمانية، وهو أمر سوف يتم طرحه للنقاش وإن لم يكن هناك اتفاق عليه من قبل الكف. ايضا هناك يعني هذا اللقاء سوف يتضمن ايضا خارطه الطريق ودروس الحفاظ عليها، وحزب النور السياسي طالب بتحديد مواعيد محدده للانتخابات البرلمانيه وبعدها الانتخابات الرئاسيه بتواريخ ثابته، بما يعطي مصداقيه لخارطه الطريق والى تنفيذها بشكل يرضي كافه الاطراف. نعم، وكل القوى السياسيه. محمد ناصر، مدير المكتب الميادين في القاهره، شكرا لك. إلى ذلك، رفض النائب البابوي لكنيسة الإسكندرية القمص رويس موركوس رفض استقبال السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد في كنيسة القديسين في الإسكندرية، وقد أكد موركوس أن الكنيسة ترفض مقابلة أي مسؤول أمريكي ردا على مواقف واشنطن تجاه تداعيات أحداث 30 يونيو. طلبكم مرفوض، هكذا قوبل طلب السفير الأمريكي زيارة كنيسة القديسين في الإسكندرية التي تعرضت لاعتداء قبل أيام من ثورة يناير عام 2011، رد جاء منسجما مع سياسة الأقباط والتي تواصلت مع البابا تودروس الثاني بابا الأقباط المصريين، فهو ومن موقع رأس هرم الكنيسة المصرية يرفض أي تدخل خارجي في شؤون مصر، ويأتي ردا على موقف الولايات المتحدة المعارض لتداعيات انتفاضة 30 يونيو الماضي.
القوى الأجنبية دي عادة لا تهتم بالمجتمعات الدينية، سواء كانت مسيحية أو كانت إسلامية أو أي شيء، لا تهتم، بتهتم بحاجة واحدة بس، هي مصلحتها الخاصة. شخصيات مسيحية عامة أعلنت في وقت سابق رفضها التعاون مع المبعوث الأمريكي لشؤون الأقليات في المنطقة، هكذا يحرص الأقباط على تأكيد رفضهم حل مشكلاتهم خارج إطار الوحدة الوطنية. هذا هو الموقف التاريخي الثابت للأقباط، وربما عبر عن ذلك قداسة البابا تودروس الثاني عندما قال اهدموا كل الكنائس ولكن البشر هو الأهم، البشر المصريون يعني. مواقف الكنيسة المصرية لم تقف عند هذا الحد، فقد استنكرت ما وصفته بتطاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على شيخ الأزهر، كما أعلنت رفضها رسميا التهديدات الأمريكية بالعدوان على سوريا. المواقف السياسية للكنيسة المصرية تحمل رسالة للغرب برفض المتاجرة بقضايا الأقباط أو تسويقها خارجيا، هكذا قرأها بعض المراقبين بعد أن ظلت فكرة استقواء الأقباط بالخارج عالقة في أذهان الكثيرين منذ عهد مبارك. أحمد مهران، القاهرة، الميادين. رحبت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر بموقف الشيخ عبد الله بن بية المتمثل في استقالته من منصبه كنائب للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي. بن بية كان قد عزى سبب استقالته إلى ظروف خاصة وما سماه مشروعه في سبيل الإصلاح والمصالحة الذي يقتضي منه خطابا لا يلائم موقعه في الاتحاد. يعقد وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا اليوم في الرياض لمناقشة سبل فرض تدابير عقابية ضد أعضاء حزب الله. الأمين العام للمجلس عبد الله اللطيف زياني أشار إلى أن الاجتماع يأتي لتدارس سبل تنفيذ إجراءات بحق أعضاء الحزب سواء في قطع إقاماتهم أو معاملاتهم المالية أو التجارية. توقعت السلطات الأمريكية ارتفاع عدد قتلى السيول والأمطار الغزيرة في ولاية كولورادو إلى 5، وأمرت السلطات بإخلاء بلدات زراعية واقعة على نهر ساوث بلات قبل ارتفاع متوقع في منسوبه. وقد انقطع الاتصال بنحو 200 شخص في شرق الولاية التي تتعرض منذ الأربعاء الماضي لموجة من الفيضانات غير المسبوقة منذ عقود. حذرت الحكومة السودانية من أن أي خطوة أحادية الجانب لإجراء استفتاء في منطقة أبييت ستؤدي إلى عرقلة العلاقات مع جنوب السودان. وطلب السودان واشنطن بدعم قيام المؤسسات المدنية في أبييت قبل بت قضية الوضع النهائي للمنطقة. بعد أن أشعلت فتيل النزاع بدعمها انفصال جنوب السودان، تعود الولايات المتحدة لتلعب دور الوسيط في الخلافات بين جوبا والخرطوم من بوابة أبيه. فأهمية هذه المنطقة النفطية متنازع عليها دفعت بالرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إرسال مبعوثه الخاص دونالد بوث لاستطلاع موقف الحكومة السودانية. واشنطن ستركز في المرحلة الحالية على حل القضايا العالقة بين الخرطوم وجوبا بشكل أساسي إلى جانب العلاقات السودانية الأمريكية. سأتعرف على وجهة نظر قبيلة المسيرية باعتبار أن أبيي تقع في منطقة وسطى بين السودان والجنوب. حماسة المبعوث الأمريكي لحل النزاع قابلها رفض سوداني لأي تدخل من الولايات المتحدة. الحكومة السودانية أكدت أن حل المسألة يجب أن يتم عبر الاستفتاء بحسب المعايير الدولية، كما تصر على إشراك قبيلة المسيرية في الاستفتاء، الأمر الذي يرفضه جنوب السودان، فيما شددت الخرطوم على أن الاتحاد الأفريقي هو الجهة الوحيدة المخولة معالجة هذه القضية. لن يكون لمبعوث الرئيس الأمريكي أي دور في قضية أبيي، لن يجد له قضية أخرى ليفتح بها يعني بابا من الجحيم مرة أخرى على السودان إلا هذه القضية، ولن نفتح له هذا المجال، ولن يكون في مقدوره تناول هذه القضية، ولن يكون وسيطا في هذا الأمر. لا تزال عدة نقاط خلافية عالقة بين جوبا والخرطوم، من بينها مصير منطقة أبيي بسبب غياب التوافق على ترسيم الحدود، إضافة إلى مشاكل متراكمة منذ سنوات أبرزها الاتهامات المتبادلة بدعم المجموعات المسلحة في كلا الدولتين.
في تركيا ولليوم السادس على التوالي سجلت صدامات ليلية بين الشرطة ومعارضين للحكومة في بعض شوارع أنقرة واسطنبول، مواجهات كانت قد انطلقت بعد وفاة متظاهر متأثر بجراحه في انطاكيا جنوب تركيا. زينب الطفيلي والتفاصيل. بالألعاب النارية واجه المحتجون في تركيا رجال الشرطة التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي باتجاه المتظاهرين، كما استخدمت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لليوم السادس على التوالي. شهود عيان تحدثوا عن أن تجدد المواجهات أتى بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته بقنبلة غاز ألقتها عليه الشرطة خلال تفريقها لتظاهرة في أنطاكيا جنوب البلاد، بينما أكدت وزارة الداخلية أنه سقط من على سطح كان يرمي منه الحجارة على قوات الأمن. المحتجون في عدد من الشوارع الفرعية في اسطنبول قاموا ليلا بإدرام النيران في صناديق القمامة التي استخدموها لإعاقة تقدم قوات مكافحة الشغب، وألقوا الحجارة على عناصر الشرطة الذين تدخلوا مجددا في محاولة لفض التظاهرة مطلقين قنابل الغاز المسيل للدموع. كما اندلعت الشباكات مشابهة في حي ماماك بالعاصمة أنقرة، واستمر التوتر حتى ساعة متأخرة من الليل بعد أن قطع المتظاهرون حركة سير السيارات وسط الحي. اشتباكات مماثلة اندلعت أيضا في إقليم هاتاي جنوب تركيا، وألقت قوات الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين. أحمد أبو معيلق فنان فلسطيني شاب لم يدرس الفن لكنه أتقن الرسم السريالي ووظفه في خدمة قضيته عبر رسوم موجهة إلى العالم الغربي تحمل مضمونا مقاوما وتراثيا يأمل أن تحقق تأثيرا في المهتمين بهذا الفن في العالم. في زحمة الحياة المليئة بالعمل لا يجد أحمد بديلا عن اللجوء إلى لوحاته وألوانه، لجوء وأن أشبع لديه الخلوة الروحية، إلا أنه يأمل أن يدفعه إلى مزيد من الإبداع. في مرسمه الصغير وبين ألوانه ولوحاته يغرق أحمد في تطويع أفكاره إلى لوحات متنوعة. أحمد واحد من القلة الذين أتقنوا الرسم السريالي في غزة دون دراسة أو تعلم. إيمانه بقضيته دفعه إلى تسخير فنه كجزء من المقاومة الشعبية ضد الاحتلال. بعتبر نفسي جزء من حالة المقاومة العامة أو المقاومة الشعبية اللي موجودة في هالبلد. نحن مجتمع كامل في إنسانية، في حياة عادية زيه زي مجتمع في مكان في العالم مختلف، بنقدم كل إشي بالمقابل، بنأكل، بنشرب، بنتجوز، بنخلف، بنرسم، بنعبر. مش قصتنا كلها ناس بتحارب وناس بتموت وناس بتنأسر. وبسبب قلة متابعي هذا النوع من الرسم في فلسطين اختار أحمد أن يوجه فنه هذا إلى الدول الأوروبية والغربية التي توليه هامشا من الاهتمام، فلوحاته الصغيرة تحمل طابعا مقاوما ومضمونا تراثيا. أنا بحاول أكمل الجانب الناقص من التعبير الفني في الشارع الفلسطيني. بحس أنه لازم يكون نحن شعب عنده فنون متنوعة، مش قضية واحدة بس هي القضية الفلسطينية والمركزية. إحنا عندنا هموم الحياة، عندنا فنون، عندنا زراعة، عندنا كل شيء. احنا مش بإنسان ناس بتحاصر وبتموت وبس. لم تغب جوانب المعاناة الفلسطينية بسبب الاحتلال والحصار عن لوحاته التي يأمل أن تسهم في دعم الحالة الثقافية الفلسطينية المرهقة، ويطمح أن يصل فنه هذا مستوى عالمي. دائما عندي طموح أنه يكون إن شاء الله في مشاركة دولية أو تواصل دولي لمعارض خارج إطار غزة والإطار العربي على الأقل، تكون ضمن إطار مختلف، بالذات الناس اللي ما عندهم مش أي فكرة عن البلد أو عن هالناس. الفن هنا صار وسيلة بل سلاحا كأحد أهم وسائل المقاومة الثقافية. أحمد غانم، غزة، الميادين. تستمر فعاليات الدورة 18 لمهرجان شال الجاز في الرباط على إيقاعات أنماط مختلفة من الموسيقى العالمية بمبادرة من مفوضية الاتحاد الأوروبي وإدارة جون بيير بيسو ومجيد بقاس اللذين أراداها كما كان واضحا نسائية الطابع. بين أسوار مدينة شال الأثرية المغربية تحيي فرق مغربية وعالمية حفلات جاز متنوعة يغلب على معظمها الطابع الأنثوي.
الافتتاح كان مع فرقة موكو سوكانو تريو السويدية، ثم مع فرقة بابانوش الفرنسية، حيث تشارك في الغناء الفنانة المغربية أم. وقد تميزت حفلات الرباعي الفرنسي فوغارا والثلاثي البريطاني إجراند ماثيو وبورن، وشارك رباعي مغربي مع المطربة كريمة الملومي. الدورة 18 من مهرجان شالة للجاز في الرباط تتبارى فيها فرق من كرواتيا، سلوفينيا، اليونان، بلغاريا والنمسا، بينما الختام مع فرقة الأندلسي دانيال سيزاريس وعمره 74 عاما، والفنلندي جومي ورباعي بنات الهواريات على إيقاعات أمازيغية ورقصات تقليدية من منطقة تارودانت. السلام عليكم. الترجي الرياضي التونسي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه الصعب على ضيفه ريكرياتيفو دوليبولو الأنغولي 3-2. الترجي حقق انتصاره الرابع من 5 جولات، تصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة وتأهل للمرة الرابعة على التوالي إلى المربع الذهبي. ليوبارا الكونغولي خلط الأوراق في المجموعة الأولى، فجر المفاجأة بفوزه على المتصدر أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بهدف من دون مقابل، صعد بذلك إلى وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن أورلاندو. منافسات دور الثمن النهائي تستكمل اليوم، فيلتقي الأهلي المصري مع مواطنه الزمالك في قمة مباريات المجموعة الأولى، بينما يلعب سيوي سبور الإيفواري مع ضيفه القطن الكاميروني في المجموعة الثانية. بشق الأنفس خرج برشلونة فائزا من مباراة ضيفه إشبيليا في الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني. النتيجة كانت تشير إلى التعادل بهدفين لمثلهما حتى الثواني الأخيرة عندما خطف تشيلي أليكسيس سانشيز هدف الفوز للبلاوغرانا. النادي الكتالوني واصل صدارته للبطولة برصيد 12 نقطة، يتساوى مع أتلتيكو مدريد الفائز على ألميريا 4-2. ملايين ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية لم تشفع له أمام مضيف فياريال، فسقط في فخ التعادل بهدفين لمثلهما. ثنائية الملكي تقاسمها الويلزي جارث بيل مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. رصيد الريال ارتفع إلى 10 نقاط، تراجع به إلى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف فياريال. ريال مدريد يعلن تجديد عقد نجمه رونالدو من دون الكشف عن المدة ولا الراتب الجديد. النادي الملكي أعلن الخبر في بيان مكتتب على موقعه الإلكتروني. النادي الملكي دعا وسائل الإعلام إلى حضور المؤتمر الصحفي اليوم في ملعب سانتياغو برنابيو. تقارير إخبارية كانت كشفت أن الميرينجي سيجدد عقد لاعبه البرتغالي حتى عام 2018 مع التكتم على راتب الدون. سقوط أول لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة مدربه الجديد جوزيه مورينيو. الخسارة بهدف نظيف أمام إيفرتون جمدت رصيد البلوز عند 6 نقاط في المركز السادس. التحسر على الفرص الضائعة بدأ واضحا في كلام مورينيو عقب اللقاء بالرغم من مشاركة الكاميروني سامويل إيتو. سنحت لنا العديد من الفرص لكننا لم نسجل أي هدف، ويدرك أي شخص له خبرة بكرة القدم أن أحداثا كهذه تحصل كل أسبوع في ملاعب كرة القدم. إذا عجزت عن التسجيل فإن كل الفرص التي تهيئها تصبح عديمة الجدوى. عليك ببساطة تسجيل الأهداف للفوز بالمباراة وكسب النقاط الثلاث. انتظر مسعود أوزيل 11 دقيقة فقط ليهدي أرسن فينجر أولى تمريراته الحاسمة الموعود بها. اللاعب السابق لريال مدريد مارس هوايته على فترات لقاء ساندرلاند وأسهم في فوز الجانرز 3-1. أرسنال تصدر مؤقتا ب9 نقاط من 4 مباريات، تقدم بفارق الأهداف أمام توتنهام الفائز على نوريتش سيتي، وأمام ليفربول الذي يلاقي غدا سوانسي سيتي. حال مسعود أوزيل كانت كحال الفريق، كان رائعا في الشوط الأول، انخفضت لياقته في الشوط الثاني، كان مريضا ليلة الخميس وقررت إشراكه في اللقاء اليوم. أحس بوعكة معوية صباح اليوم ولم يشعر بأنه في أفضل حالاته، ولذلك انخفضت لياقته في الشوط الثاني، لكن أداؤه كان رائعا في الشوط الأول.
نصف دزينة من الأهداف أكرم بها بوروسيا دورتموند وفادة ضيف هامبورغ في الأسبوع الخامس من الدوري الألماني. بيير أوباميانغ سجل هدفين وأسر الفولندي روبرت ليفاندوفسكي على خطاه، فيما تقاسم هنريك مختاريان وماركو رويس ثنائية. أما هدفا هامبورغ فتقاسمهما جي جين لام وهايكو فاسترمان. دورتموند انفرد بصدارة الترتيب برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات. حامل اللقب بايرن ميونخ واجه دفاعا صلبا من ضيف هانوفر، انتظر حتى الدقيقة السادسة من الشوط الثاني ليفتتح التسجيل بهدف ماريو مانزوكيتش، وتكفل الفرنسي فرانك ريبيري أفضل لاعب في أوروبا بتسجيل الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 64. بايرن رفع رصيده إلى 13 نقطة في الوصافة بفارق نقطتين خلف دورتموند. وإلى هنا نصل إلى ختام الأخبار الرياضية، نعود وإياكم إلى دينا.